تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن فضل الزاد. فضل الزاد هو مشروع نبوي شريف، غايته هو إقرار التعاون بين المسلمين، وأن يكون ذلك هو شعار أهل الإيمان ودليل على قربهم من الرحمن. الحمد لله، رغم الظروف الصعبة التي نمر منها، هذه الظرفية الاستثنائية، فأيادي بيضاء كثيرة ومتعددة صارت تسجل في كل مكان. دائرة التكافل والتعاون والتآزر بدأت تتسع بين كل المغاربة، في المدن وفي القرى وفي البوادي، وخصوصا في الأماكن النائية. الحمد لله، تصلنا أخبار سارة جدا من طرف أهل الخير وأهل الفضل وأهل الجود، أن الغني يأخذ بيد أخيه الضعيف، وأن أهل المال يجودون بما أعطاهم الله تعالى للفقراء والمساكين. وهذا ليس بجديد عن طبيعة الشعب المغربي الأبي المعروف دوما بالروح الوتابة إلى الخير والمسارعة إلى الخيرات. نريد أيها الأحباب الكرام أن نتعاون لكي نؤسس مشروع جديد اجتماعي تربوي، هو مشروع فضل الزاد. فضل الزاد تتبناه أسر أو أحياء أو جمعيات أو هيئات للأعمال الخيرية والإنسانية. غايته هو أن ما زاد عن فضلنا من طعام أو شراب أو لباس أو أتات، ممكن أننا نقدمه للفئات الفقيرة والمعوزة والمتعففة على وجه الخصوص. هناك أسر متعففة، ربنا وحده سبحانه وتعالى يعلم بظروفهم الشاقة، ومع ذلك يتعففون ويغلقون عليهم أبوابهم ولا يجدون شيئا من الطعام ولا من الشراب. علينا أن نبحث عنهم ونطرق بابهم، تأتي البادرة من عندنا. وهكذا نكون قد طبقنا سنة التكافل الاجتماعي في فضل الزاد الذي دعا له نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو فضل الزاد؟ يؤصله الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا حديث نبوي رفيع المقام، يؤصل لمبدأ التعاون بين المسلمين، ويطبق سنة التكافل الاجتماعي بين الناس. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر،
وكانت الرحلة طويلة وشاقة، ومروا على قبائل فيها مجاعة وعندهم ظروف صعبة. لسنا نحن وحدنا المغاربة في هذه الظرفية التي نعاني منها من الخصاص أو من قلة المؤونة. فالتاريخ البشري مليء بمثل هذه الأحداث، حتى في عهد النبوة حيث اجتمع أهل الصلاح والفلاح والإيمان. رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس في حالة صعبة، وتقدم إليه رجل على راحلة له على ناقة، والناقة كما وصفها بعض الرواة أنها كانت نحيلة، حتى الناقة جائعة، وحتى ما عنده من المكان الذي يحمل فيه المتاع فارغ، يعني الشواري ديالو حتى هو فارغ. هذا الرجل جعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني جلس يلتفت يبحث عن من يطعمه أو من يعينه أو من يؤويه أو من يكسوه أو نحو ذلك، إنه محتاج ومن معه من العائلة والأسرة محتاجين. فجلس يلتفت ينتظر أحدا لعله يحن عليه ويحسن إليه، كان محتاج جدا، ووراءه قوم آخرين محتاجين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بتبليغ الرسالة والمكلف بإصلاح بين المؤمنين، ماذا فعل؟ قام صلى الله عليه وسلم خطيبا أمام القافلة بين الناس، وقال: أيها الناس، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني من عنده مركوب زائد فليدفعه لمن لا مركوب له. كان اللي عنده الخيل، وكان اللي عنده البغال، وكان اللي عنده الحمير، وكان اللي عنده الجمال. فقال لهم: اللي عنده شي حاجة زايدة في المركوب يعطيها لمن لا مركوب له. ثم قال: ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. الزاد من طعام وشراب ومؤونة، اللي عنده شي حاجة زايدة فوق القياس، دقيق أو شمح أو قمح أو شعير أو زيت أو غير ذلك، أو زبيب أو تمر أو أقط، من عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني اللي عنده طعام زائد عن حاجته فليعطيه لمن لا طعام له. ثم قال صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى، ذكر أصناف المال، حتى قال: من كان عنده فضل ثياب فليعد به على من لا ثوب له، وهكذا. يقول الراوي أنه ذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، لا حق، يعني اللي عندك يكفيك، هذا هو الذي من حقك وما زاد عليك وهو ملكك، فأنت لست بحق به، وإنما يعطى للآخرين المحتاجين. حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وهكذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هي إلا لحظات، حتى رأى الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في العطاء، كل من عنده طعام زائد يعطيه من لا طعام له، كل من عنده ثوب زائد يعطيه من لا ثوب له، كل من عنده راحلة زائدة يعطيها لمن لا دابة له. وصار الناس كأنهم في اشتراكية إسلامية ربانية نورانية مباركة، الكل يعطي للكل والكل يأخذ بيد الجميع. وكان فعلا مشهد رائع، جعل الكثير من المستشرقين الذين كانوا يدرسون تاريخ الإسلام، منهم من كان يطعن في بعض مواقف تاريخ الإسلام، ولكن حينما يقف عند هذه المشاهد يقول: كادت الملائكة أن تنزل من السماء فتصافح الناس بأيديهم في الطرقات، لأنه كان هناك نوع من التضامن والتكافل العظيم. وهذا المبدأ فضل الزاد، تصوروا لو طبقته الأمة كيف كان سيكون حالها. لا نقول الأمة المغربية فقط، لو أن الأمة العربية برمتها، لو أن الأمة الإسلامية برمتها، لو أن الأمة الإنسانية برمتها طبقت هذا المبدأ النبوي الذي أرساه من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون حال الإنسانية؟ الإنسانية ستكون تعود إلى أصولها، كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى.
وهكذا رأينا رسول الإسلام معلم البشرية دائما في الظروف الصعبة والاستثنائية، حيث يكون هناك مجاعة ويكون هناك فقر وتكون هناك حاجة أو جائحة لا قدر الله، إلا ويقوم خطيبا في الناس ويحمسهم ويشجعهم على العطاء. كان يقول صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تربية على القناعة بالقليل، وعلى التقلل بما تيسر، وعلى الاكتفاء بالموجود. فالزيادة التي يحتاج إلى الإنسان يدفعها لمن يحتاج إليها أكثر منه، وهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يهتم بإطعام الناس والإنفاق عليهم ليلا ونهارا سرا وجهارا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يطمئن بأن جميع أبناء المسلمين كلهم آكلون شاربون نائمون مرتاحون. والحمد لله هذه السنة النبوية الشريفة بدأنا نرى ملامحها في مغربنا العزيز. الحمد لله رأينا تدخلات المسؤولين في هذا الوطن المبارك، أنهم يسهرون بالليل والنهار ولا يغمض لهم جفن حتى يكون هناك إطعام للجميع ولباس للجميع وشراب للجميع وشفاء للجميع وأمن للجميع. المسؤولون الحمد لله عبروا في هذه الظرفية عن خلقهم الرفيع، وكل هذا بالقيادة السامية والرشيدة لسلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. مغربنا الحمد لله الآن يعيش الصحوة الإسلامية الحقيقية، دعونا من الصحوة الإسلامية التي كانت تعتمد على شكليات، الآن نقوم على صحوة إسلامية حقيقية، يقظة إسلامية، بعث إسلامي حقيقي بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه، لأنه يقوم على استلهام التجربة النبوية الشريفة لمعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأنا نرى هذه التجليات التي الكل يثني عليها في جميع ربوع المملكة، في الشمال وفي الجنوب، في الشرق وفي الغرب، وفي الوسط، وفي المدن والقرى والبوادي والمداشر، وفي كل مكان. فصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذه المبادئ. يحكي أبو درء الغفاري رضي الله عنه، وهو رائد الاشتراكية الإسلامية، أول من دعا إلى اقتسام الثروة بين الناس، وأن الغني واجب عليه أن يعطي لأخيه الفقير، هو أبو درء الغفاري رضي الله عنه. يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا جبل أحد. من زار المدينة المنورة وكان في المسجد النبوي، إذا خرج في الشارع العام سيستقبله أمامه جبل أحد، وهو جبل كبير جدا، جبل طويل وعريض ومرتفع ومبارك، سبحان الله، كأن له إحساس. قال: هذا الجبل هو من جبل الجنة، سيبعث يوم القيامة له عينين ولسانا وشفتين. كان النبي الكريم يحب جبل أحد، وكان دائما يصعد فوقه ويذكر ربه. فلما كان في الطريق مع سيدنا أبي درء الغفاري استقبلهم جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا درء، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا أبا درء، ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. يعني أن النبي الكريم لما نادى أبا درء، ودائما سيدنا النبي لبغى واحد الفكرة ترسخ في الأذهان، ينادي على الصحابي باسمه: يا أبا درء. أبا درء صار كله أذن سامعة وقلب واعية، كان يقول: يا عقبة، يا فلان، دائما كان ينادي على الصحابي باسمه أولا، هذا من آداب النبوة، إذا أراد أن يخاطب شخصا ناداه باسمه حتى يتيقظ ويستعد لاستقبال المعلومة. فلما قالوا: يا أبا درء، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال:
الذي يسعدني ويسر قلبي لو كان عندي مثل جبل أحد من الذهب. تصور سيدنا النبي أشني الأمنية دياله، أمنية النبي الكريم. شوف الأمنية ديال الأنبياء والأمنيات تاع المرسلين الصالحين، ما كتكونش أمنية للزعامة ولا للسيطرة ولا لإغلاق الخناق على الناس أبدا، حاشا وكلا. أمنيته أن يرى الناس كلهم فرحين مسرورين وكلهم سعداء وكلهم في وضعية محمودة. هذه الأمنية الغالية ديال الأنبياء والمرسلين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال لي لو ربي عز وجل أعطاني مثل جبل أحد هذا ذهبا، كل ذهب، أش عندي ربي؟ قال لي ما تمضي علي ثلاث وعندي منه دينار، يعني ثلاث أيام يبقاش عندي. سيدنا النبي لا يدخر. معلوم أن الأنبياء ومعلوم أن المرسلين ومن بعدهم الأولياء المقربين من صفاتهم أنهم لا يدخرون. إذا لقيت شي واحد يدخر عفوا بأنه ليس نبي وليس رسول وليس ولي. اللي قال لك أنه ولي في الأزمنة المتأخرة وكانت عنده مدخرات، اعلم بأنه مجرد مدعي. لأن من صفات الأنبياء والمرسلين وأيضا الأولياء المقربين أنهم لا يدخرون. سيدنا النبي قال لو كان عندي مثل جبل كل أحد ثلاث أيام ما تبقاش عندي إلا وأتصدق به، ما يبقى عندي منه حتى دينار إلا شيء أرصده لدين. إلا كانت عندي ديون وكان عندي سلف، هذاك هو اللي خصني نخليه باش نعطي الحقوق لأصحابها، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا، يعني غيعطي عن يمينه ويعطي عن شماله ومن خلفه. ثم صار قليلا مع أبي ذر الغفاري فقال له يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. كلام مؤثر. سيدنا النبي يخبر أبا ذر بحقيقة يوم القيامة، قال بأن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، يعني اللي في الدنيا عنده المال وفير، مليونير ملياردير قارونير، هؤلاء هم الأكثرون في الدنيا لكنهم الأقلون يوم القيامة. أقلون لماذا؟ لأن الله تعالى لابد أن يحاسب كل منا عن ماله، من أين أنفقه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالفقير عنده دراهم معدودات، دغيا يتسول ودغيا يجاوب ودغيا يفكوه وغادي يزيد في حاله. لكن المليونير والملياردير وصاحب الثروات غادي يبقى يسأل من أين لك هذا؟ لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وطبعا من نوقش الحساب عدب. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتخوفون من هذا المبدأ، يتخوفون أنهم يقع لهم شيء من هذا. فقال لهم اللي غادي يعطي أكثر هو الذي يتصدق، من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. وبشر النبي الكريم بأن الذين غادي يعطيوا الأموال غادي يكونوا هم المقربين عند الله، لكن قليل ما هم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشر بأن أمته بأن إطعام الطعام خصوصا هو مما يدخل المسلم الجنة بسلام، لأن النفقة أنواع وأشكال، ولكن أعظم النفقة هي النفقة بالمال، النفقة بالعطاء، النفقة بالإكرام الذي يملأ الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم بأن مما يدخل المسلم الجنة بسلام هو إطعام الطعام، فقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام، أطعموا الطعام. وإحنا الحمد لله لقينا هالدرفية الراهنة، عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم صاروا يعطون الكثير وقدوتهم واحد مجموعة ديال الناس في الدرفية الراهنة. لقينا عدد كبير ديال الناس الحمد لله بداو كيعطوا القفة ديال الطعام وكيطعموا الفقراء والمساكين، وهذا خير عظيم. أطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يمدح من يفعل هذا الأمر.
فقد مدح الأنصار لأنهم كانوا يقومون بالتعاون مع إخوانهم المهاجرين، وكان يعتبرهم بأنهم قدوة وأنهم نموذج في العطاء، حتى إن الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه العزيز وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين وفتحوا لهم أبوابهم وديارهم، وقبل ذلك فتحوا لهم قلوبهم، أعطوهم رغم أنهم فقراء وضعفاء، واقتسموا ما عندهم من مال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أثنى كثيرا على الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري، لما كانوا يقومون بعمل التكافل والتعاضد فيما بينهم، كان يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. كان سيدنا النبي يعبر على أنه يحب الأشعريين ويقولهم مني وأنا منهم. أشني الخصلة اللي عندهم؟ خصلة التكافل والتعاضد والتعاون فيما بينهم. القوي يأخذ بيد الضعيف والغني يأخذ بيد الفقير. وحضر النبي الكريم، حضر بأن الإنسان أو بعض الدول أو بعض المجتمعات عندهم مال وفير وعندهم خيرات ربانية، عوض أنهم يسخرونها في خدمة الآخرين، إما يكتنزونها وإما يتفاخرون ويتباهون بها بين الناس. هؤلاء حذر منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما كانوا ينفعون العباد، فإذا ما بدلوها ومنعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فالمال أيها الأحباب الكرام مال الله، والسلطة هي سلطة الله، والقدرة هي قدرة الله، وكل شيء هو ملك لله ونحن مجرد مستخلفين فيه. شوف الإنسان الغربي أش يقول؟ الإنسان الغربي بالفلسفة الغربية الوضعية المادية وبعض الفلسفات الإلحادية قال: الإنسان هو سيد الكون. هكذا قال: البشر هو سيد الكون. الإنسان القوي الذي لا يقهر يمتلك كل شيء كيسموه لو سوبرمان. لكن احنا في المنظور الإسلامي عندنا الإنسان شكون هو؟ الإنسان هو مستخلف في الكون. الإنسان هو مكلف من عند الله تعالى برعاية هذا الكون، ومأمور بأن يتصرف بما فيه منفعة له ومنفعة لغيره دون الإضرار. فإذا ما منع الآخرين من النعم والمنافع التي أعطاها الله له، ربنا عز وجل ينزع منه هذه الصلاحيات ويحولها إلى قوم آخرين، أن الله تعالى يستبدلهم بقوم آخرين. نسأل الله السلامة والعافية. احنا اليوم أيها الأحباب الكرام في أمس الحاجة لكي نتعلم هذه القيم الإسلامية النبيلة، ونتضامن فيما بيننا وندير مجموعة مشاريع في الأحياء ديالنا، مشاريع في المجتمعات اللي هي مغلقة الآن بسبب هذا الفيروس ديال الكورونا، ونديروا مشاريع تسمى فضل الزاد. كل منطقة اللي عنده شي حاجة زائدة، عنده طعام زائد، عنده شراب زائد، عنده قطاني، عنده ملابس، عنده ربما فرن، عنده ثلاجة، عنده ربما وسيلة إعلام، إما تليفون ذكي، وإما عنده تابلات، وإما عنده شيء اللي هو زائد عليه وعلى مصلحته، فجميل أنه يبحث عن مال ليس له ويعطيه له، نوع من التوسعة. فضل الزاد يتبنوه الأسر ويتبنوه الأحياء ويتبنوه الجمعيات والهيئات على الأعمال الخيرية، ونوجه الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة، وخصوصا أقول المتعففة. راكينا أسر اللي هي فقيرة فعلا لكنها متعففة، سد عليها الباب وما قد قلت كلمة، وهادو بالضبط وما لخص نقلبوا عليهم وندق عليهم الباب حنا ونفتحوه ونحطوا لهم ديك البركة، المتعففين من الناس. وهكذا نكون قد طبقنا سنة التكافل الاجتماعي التي ربنا عليها
معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في أمس الحاجة لهذه الأخلاق النبوية، ونستحضر ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ في بالكم شكون هو هذا الإنسان اللي غادي يكون حابب إلى الله؟ واش الذي يكثر الصلاة أو يكثر الصيام أو الذي يقوم الليل أو الذي يحج ويعتمر كل سنة أو الذي يختم القرآن أو الذي يحمل شهادة ماجستير ودكتوراه؟ من هو الذي يحبه الله؟ قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هادشي كله اللي ذكرناه راه غير صور ورسوم، ولكن العمق هو أنك تنفع الناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي اللي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد المدينة، أحب إلي أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخي في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. فما أحوجنا في هذه الظرفية أيها الأحباب أننا نتخلق بهذه الأخلاق النبوية الشريفة. وأذكر لمن أراد التبرع أيها الأحباب الكرام، كما نذكر دوما وأبدا، أول مظاهر التبرع هي أن كل واحد فينا يقلب على الناس اللي حداه في الحومة دياله، الحومة اللي هي مقربة إليه، يبحث عليهم يدق عليهم الباب ويعطيهم ديك البركة اللي قسم الله. وإذا تعذر عليه كانت الحومة دياله هو تارية، ركينا حومة أخرى قريبة منه فقيرة، كاين بعض الناس يسكنوا في أحياء تارية، يقلب على الأحياء اللي هي فقيرة ويدق عليهم الباب ويعطيهم ديك البركة اللي قسم الله. أولى كانت واحدة من العائلة ديالو من مكان إلى مكان، فالمقربين أولى، لأن الذي يعطي للمقربين عنده أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحيم. ثم توسعوا على الإخوان ديالنا وعلى الجيران ديالنا، وهكذا غنكونوا إذا قمنا بهذا العمل كل واحد في الدائرة ديالو بفضل الزاد سنكون قد عم الخير الجميع في ربوع هذا الوطن العزيز. فإن تعذر علينا فالحمد لله. طريقة سهلة للتبرع هو أن كل واحد يقصد البنك دياله، ووراء في البنك كاين هناك حساب خاص ديال التبرع اللي غيمشي مباشرة إلى صندوق تدبير جائحة كورونا مباشرة في البنك ديالك. غتقول لهم بغيت نفيرسي هذا القدر، وراه كيمشي إن شاء الله تعالى. واللي تعبر عليه له أن يتصل بالرقم الهاتفي 1919 الذي وضعته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. فهذا كله فيه تطوع عظيم، وكل واحد غيتصل بال 1919 ويبعث SMS راه هو تبرع كيساوي هبة قدرها 10 دراهم. وإن شاء الله تعالى اللي بغي يستفد راه كما هو معلوم أنه كيتصل بالرقم 1212 اللي عنده قاعدة بيانات خاصة بالناس والأسر العاملة بالقطاع الغير مهيكل، الأسر الفقيرة والمحتاجة، كلهم غادي يلقوا الدعم بإذن الله. فدائما نذكر أيها الأحباب مزيدا من اليقظة، مزيدا من الاحتياطات اللازمة من النظافة، مزيدا من أخذ مسافة الأمان بين الناس، وأن نلزم بيوتنا وأن لا نخرج إلا عند الضرورة القصوى، والله تعالى يتولى أمر الصالحين. نبقى مع فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.